معي للحديث عن إبداع المرأة المصرية في السينما والدراما التلفزيونية المخرجة والكاتبة الموهوبة هالة خليل. المخرجة الكبيرة هالة خليل. لمع اسمها في مهنة كانت قصراً على الرجال لسنوات طويلة، ومنذ دخولها مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني قدمت العديد من الأعمال الناجحة جماهيرياً وفنية. ولم تكتفي هالة خليل بعملها في ساحة الإخراج، لكنها تفوقت أيضاً في مجال التأليف وكتابة السيناريو. أنا كل اللي نفسي فيها بيل إن الغلابة لزينتك عاشتهم أحسن من كده. أنا لو مكانه كنت ساعدتك. مش يمكن مراته هي اللي مقوياه ومخلياه مش عايز أطفال منك؟ بدأت هالة خليل حياتها المهنية بدراسة الهندسة، وسرعان ما تخلت عنها لتلتحق بالمعهد العالي للسينما. وبعد التخرج في المعهد بدأت رحلتها بالعمل في قناة النيل للدراما، وفي عام 2002 أخرجت عملها الدرامي الأول، المسلسل الكوميدي شباب أونلاين. يا مامي حضرتك عارفه ان العقد بتاع حضرتك هو اللي ممكن يسدد لنا فلوس الضرايب بجزء من ثمنه. وبعد عامين اقتحمت الشاشه الكبيره بفيلمها الاول احلى الاوقات، ثم نالت جائزه احسن اخراج من مهرجان القاهره السينمائي عن فيلمها الثاني قص ولز في عام 2006. وبعد سنوات من الانقطاع عادت لتخرج فيلم نواره الذي مثل مصر في عدد كبير من المهرجانات. نوارة! حاسس اني مش راجل. نوارة! انا كنت راجل كنت قعدتك في البيت، بس انت كنت خدني في البيوت. وفي عام 2018 اخرجت هالة خليل مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني. اللي عايز ياكل فجورة يشرفني اول خميس من كل شهر من الساعة 8 لاست اوردر 11. وكان اخر اعمالها مسلسل أحلام سعيدة من بطولة الفنانة يسرى. توم توم توم، ريحة توم كتيرة قوي. على فكرة يا ليلى، أنا عشان خاطرك بس سمحت الأكل ده يجي البيت. أنا عمري ما بطبخ في البيت خالص، اسألي صدفة.